تحياتي لكم زملائي في الاستوديو، وسعد الله اوقاتنا واوقاتكم متابعينا مشاهدينا الاعزاء. حياكم الله في فقره جديده وجوله رائعه جميله من سوق الجبيل، ونستعرض فيها ان شاء الله وياكم اليوم اسعار الخضروات والفواكه الموجوده عندنا في هذا القسم الجميل والمميز دائما بالوانه وايضا بالروائح الطيبه. نبدا معنا اخونا محمود من هذا المحل. محمود السلام عليكم. عليكم السلام. صباحك الله بالخير يا محمود، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. ما شاء الله محل فواكه ومنسق الالوان يا اخوي محمود، الاصفر البرتقالي الاخضر لازم. وانا دائما اقول هذا قسم الالوان لازم. ما شاء الله، خبرنا عن اللي موجود والاسعار بارك الله فيك. والله كل شيء موجود، البرتقال موسم البرتقال الهندي واليوسفي والمندرين والحاجات دي. نعم، انواع البرتقال اللي توصل عندكم اخوي محمود او البلدان؟ طبعا في برتقال، بسم الله، برتقال عصير. نعم. من مصر، العصير من مصر، البرتقال البلدي. جميل. شو اسعاره اليوم؟ الكيلو 5 دراهم. الكيلو على 5. ما شاء الله، سابقا كانت 7 الاسعار، 6 كان، لكن الان نزلت. كان افريقي، كان بقى افريقي الوقت مصر. جميل. يعني اليوم الكرتون كم يطلع سعره يا اخوي؟ الكرتون ممكن 55، 15 كيلو. 55 15 كيلو. تبارك الرحمن. أيوة. انزين، وعندنا ايضا النوع الاخر دي برتقال ابو سره مصري. برتقال ابو سره للاكل. للاكل كرتون بيجي 8.5 كيلو، 8 كيلو. ما شاء الله. 30 درهم. 30 درهم. نعم. والسفرجل عندك؟ السفرجل تركي الكيلو 25. كيلو ب25 عشان اخر موسم، وبقى نهاية الموسم على 25. وفي نوع ثاني كيلو ب15. جميل. انزين، وعندك ايضا اليوم الجريف فروت. نعم. الكيلو 5 دراهم. 5 دراهم. سعره يعتبر ثابت الجريف فروت على 5 دراهم. يوم ما يغلى يقول 8. نعم. هذا الجريف فروت عندنا، والبرتقال شوي مشاهدين الاعزاء دائما السعر يكون شبه ثابت، او اذا زاد زاد شيء بسيط، واذا نزل ينزل اكثر. يعني اذا كانت الاسعار قبل على 8 و7 دراهم، اليوم الكيلو على 5 دراهم عند اخونا محمود. هني بعد اخونا برامي يستعرض. برامي كيف الحال؟ طيب يعطيك العافيه. شو تستعرض برامي اليوم؟ هذا انجاص روزماري. روزماري الافريقي. ما شاء الله، الكيلو على 20. وهذا النوع الثاني عندك محمود شو عيل هذا؟ التركي. التركي. عندنا الافريقي والتركي على 15. ما شاء الله، طبعا شيء مميز عند اخونا برامي وايضا اخونا محمود. محمود خبرنا ايضا عن اسعار اليوم. دي كلمنتينا. نعم. اسباني. شو اسعارنا اليوم؟ دي كيلو 15. الكيلو على 15. درهم. والكستنا؟ دي كستنا تركي. ايه. الكيلو 35. 35 درهم. الكستنا اليوم على 35. تركي الصيني. نعم. التركي. اللي بتفتح لوحدها، القشر لوحدها. نحن متعودين على احجام مختلفة ايضا، اكبر لا. شوية. دي الثاني الصيني بتجي كبيرة. الصيني كبار وهذه الاصغار. دي اللي بتفتح. نعم. برامي شو عندك يا برامي؟ استعرض لنا الكرز برامي. الكرز الارجنتيني. الكرز الارجنتيني طعمه كثير كثير طيب. جميل. يعني ما شاء الله. شو سعره اليوم برامي؟ والله سعره شوي غالي، 70 درهم الكيلو. نحن خلاص تعودنا على الكرز 100 ونازل. 70 درهم 100 90 70 80 اسعار الكرز يوم تينا من يعني دول الاوروبيه مشاهدين الاعزاء، او حتى من جنوب امريكا. هذا البرقوق السكري، هذا البرقوق السكري الاحمر الكيلو ب 15 والاصفر الكيلو ب20. ب20 15 من جنوب افريقيا. ما شاء الله تبارك الرحمن. موسم الحين ابو رامي افريقيا هلا، لان اكثر الناس يوم تبحث عن البرقوق طبعا تدور عن الحلى السكر، لكن احيانا يجيكوا كشكل او هذا لكن ما يكون في الحلى. حلو. في عندنا الفراوله التونسي، هذا جميل. طعمه كثير طيب كمان. سعر الصندوق 40 درهم. رجع تونسي. رجع مره ثانيه. طبعا الناس اللي كانت تسال عن الفراوله اللي تينا من تونس والمغرب، الان توفرت مره ثانيه عند اخونا ابو رامي، والان سعره يعتبر الى الان جيد. ان الموسم اللي طاف سالنا برامي السعر كان على 70 و60، والان على 40 درهم. 40 درهم عند اخونا برامي. نعم. متوفر الفراوله المصري في المصر. نعم. سعر الباكيت 4 دراهم. يعني البديل والمنافس موجود، البديل متوفر. المنافس. جميل. تعال يا محمود، خلينا نسير يا برامي نشوف. تفضل برامي، هنا برامي، تعال هنا هالصوب برامي. الفراوله هذا سعر الباكيت 4 دراهم، هذا مصري. 4 دراهم. جيد. هلا موسمه بمصر كان يعني على 5 و6 سابقا، كان هلا على 4 دراهم. على 4 دراهم. 4 دراهم. على 4 دراهم. يعني نلاحظ اليوم مشاهدين الاعزاء، من بدينا مع اخونا محمود وايضا مع اخوي برامي، الاسعار في نزول بالنسبه لانواع معينه من الفواكه اللي كنا نسمع عنها سابقا السعر على 7 و8 دراهم، لكن الان الاسعار شويه طيب. وهني عندك برامي، عندك هلا موسم الحمضيات، الناس بالشتاء بدوروا على. نعم. الحمضيات عشان الفيتامين سي. هذه كلمنتينا لبنانيه بدون بذر. واللي شفناها هناك الاولى شو كانت هذيك؟ هذيك الله يسلمك اسباني. اسباني. وهذه اسباني. اللبناني. هذه اللبناني طعم جيد وارخص، يعني سعر الصندوق 4 كيلو 30 درهم. 30 درهم. يعني بيطلع الكيلو حوالي 7. اللي هو بدون بذر. بدون بذر. بدون هذا. بذر. جيد. في الباكستاني ب 4 دراهم الكيلو، بس في بذر. في يعني. بذر. في. نعم. عالم بتحبه. وفي عندك اللهم صل على النبي المصري محمود. كيلو 8 دراهم. نعم. محمود جايب لنا بالجوافه بعد اليوم.
جوافة المصري هذه 2 كيلو 15 درهم. كيلوين 15 درهم. وعندك المانجا اليمني سعر الكرتونة 35 درهم. 35 ما شاء الله. هي 2 كيلو و800 جرام. كيلوين و800 جرام. والكاكا عندك؟ في الكاكا اسباني هلا اواخر موسمها ارتفعت، كنا نبيع ب10 وب15، اليوم الكيلو على 20. على 20 لانه نهايه موسمها. جميل. والافوكاتو والشو عندك؟ الافوكاتو الكيني هذا الكيلو ب15. في عندك الماوردي السوري هلا موسمه، هذا قلبه احمر، هذا الماوردي هذا طبعا الصندوق لونها من داخل احمر، 5 كيلو نعم على 35 درهم. 35 درهم. وفي البرتقال الابو صره والسكري على 20 درهم، 6 كيلو. هذا اللبناني طبعا. اللبناني نعم. اشوف عندك نبج برامي، تحولت الى النبج برامي ولا الموسم؟ هي يعني من الطلبات فيها بضاعه محليه وسعر مناسب، الكيلو بخمس دراهم. على خمس. خمس دراهم. وهناك على عشر. أنت حطمت الأسعار برامي. أنا هذا بدي بيعه هيك يعني، خلي العالم تنبسط. جزاك يعني الله خير. بيوم الإجازة. والكيلو طبعا على خمس. حياكم الله عند أخونا برامي. أيضا برامي شو عندك بعد اليوم ما شاء الله؟ في عندنا الدراء الأفريقي، هذا الدراء الأفريقي الكرتونة هذه 35 درهم، فيها 3 كيلو. 3 كيلو. 35. والرمان. في الدراء وفي النكترين. جميل. هذول الاثنين نفس السعر ما شاء الله. الرمان عندك الاسباني شوي سعره غالي لانه اليمني خلص، هلا البديل عنه الاسباني بدون بذر حلو. نعم. سعر الصندوق 75 درهم 5 كيلو. 75 درهم. وفي التركي، التركي ب 35 درهم ال 5 كيلو. 5 كيلو. 5 كيلو ب 35. جميل. واللي فوق هذا الصندوق الصغير برامج هذاك هندي الله يسلمك، سعره 30 درهم. 30 درهم. في 3 كيلو هندي. نعم. في عندك الشريفة هلا اللبناني والمصري خلص، الشريفة هذه سعر الكرتونة 40 درهم. 40 درهم. يعطيك العافية برامي، ما قصرت. جزاك الله خير. شكرا يا أخوي محمود، جزاكم الله خير يا برامي، بارك الله فيك. ننتقل وياكم أيضا متابعين ومشاهدين الأعزاء في ما تبقى من الوقت، ونستعرض فيه وياكم أسعار الخضروات الموجودة. السلام عليك، كيف حالك بي؟ طيب ما شاء الله. شو عدنا اليوم؟ الذرة على كم؟ ذرة 5 دراهم قلنا. 5 دراهم الذرة. الفجل والخس خسربة فيزن 5 ما شاء الله. وعندنا طماطم اليوم كم؟ غالي ولا رخيص؟ صحيح 3 دراهم ركيز الحمد لله. 3 دراهم للكيلو. الصندوق بيكون بكم؟ 13 12 13 الى 12 درهم اليوم. سعر عندنا صناديق الطماطم مشاهدين الاعزاء، مثل ما تشوفون عندنا هالكميات الطيبه، بما ان اليوم السعر طيب. المره الماضيه او الحلقات الماضيه كانت الاسعار شويه مختلفه بين 15 الى 20 درهم، لكن اليوم سعر الصندوق بيكون 13 درهم. نعم 13 درهم بيكون سعر صندوق الطماطم عندنا اليوم. وهني ايضا كم نوع طماطم عندك بوي هنا؟ طماطم عماني في، ايراني في، اذربيجان في. كل واحد سعره كم الحين؟ هنا عماني في 3 درهم. نعم. والايراني في 3، اذربيجان في 5 درهم. 5 درهم. نعم. ما شاء الله. انزين هذه اسعار عندنا الطماطم مشاهدين الاعزاء. عندنا هناك ايضا الباميه كم؟ باميه هذا 8 درهم. على 8 درهم. نعم. الباميه على 8 دراهم اليوم سعر كيلو الباميه عندنا ما شاء الله. مسوي لكم اياها بشكل مرتب واحجام ايضا. اعطني العلبه هذه جزاك الله خير. الباميه محلي؟ محلي. محلي طبعا المحلي. شوفوا الاحجام الصغيره، هذه الاحجام اللي الناس تدورها دائما، الاحجام الصغيره. وسعر العلبه هذه كامله 8 درهم ولا 10 بي؟ 8 درهم. 8 درهم على 8 درهم. اللي حاب ياخذ الباميه او كميه اكثر بعد الاخوان ما بيقصرون بيعطونكم على حسب ما تبون. وسعر اليوم على 8 دراهم. الكستنه عندك هنا ما شاء الله؟ كستنه كيلو 10 درهم. على 10؟ نعم. الكستنه على 10 صيني هذا؟ صيني. الصيني طبعا شيء من الصين وشيء عندنا من تركيا بالنسبه لي. تركيا في 35 موجود على 35. نعم. زين. الموز هذا اللي هو الطبيعي بدون اضافات مشاهدين الاعزاء، او مثل ما يسمونه الاورجانيك، عندنا هني على كم هذا؟ 6 درهم كيلو. على 6 درهم. فيليبيني هذا؟ فيليبيني. كيلو ولا حبه هذا كيس؟ لا كيلو. كيلو. نعم. يعني هذا كم الحين؟ هذا تقريبا هذا 200 جرام. 200 جرام تقريبا ما شاء الله. وعلى 6 دراهم للكيلو. والهنبع عندك على كم بعد؟ هنبع 35. 35 الهنبع. نعم. على 35 درهم اليوم سعر الهنبع مشاهدينا الاعزاء. شكرا جزاك الله خير، بارك الله فيك. متابعينا مشاهدينا الاعزاء طبعا استعرضنا فيها وياكم اليوم في هذه الفقره وهذه الجوله الجميله المميزه من سوق الجبيل اسعار الخضروات والفواكه الموجوده. مثل ما لاحظتوا عندنا نزول الحمد لله في اسعار الفواكه وايضا الخضروات. يعطيكم العافيه، نشوفكم ان شاء الله في حلقات وفقرات قادمه. حياكم الله ومع السلامه.